الشخص لو قعد بدون ميه لمده 3 ايام يموت، لو قعد 3 دقايق بدون هواء يموت، ولو قعد من غير ما يقرا الكتاب المقدس هيعيش بس شكله ميت. لك اسم انك حي وانت ميت، انت حي لكن ميت. عشان كده مهم جدا ان الكتاب المقدس كل يوم لازم يتفتح. عندنا تقليد واحنا صغيرين في بيتنا، في تقليد احنا اللي يقرا الكتاب المقدس يسيبه مفتوح ما يتقفلش. انت فاتح على صفحه مثلا في اعمال الرسل، سيب الصفحه دي، ربما وانت رايح المطبخ، رايح التواليت، رايح تعمل اي حاجه، عينيك تيجي تاني على اللي انت قريته. انا مش عايز اسال سؤال محرج واقول للاعداد خدمه بيقروا الكتاب ولا لا، ده سؤال محرج جدا جدا جدا، واخاف اقول للخدام. كل يوم عينينا تتفتح، اول ما تتفتح فتح كتاب مقدس. ونفسي نرجع الكتاتيب بتاعت زمان بتاعت الانبا برام اسقف الفيوم القديس المتنيح اللي عمل حفظ سفر المزامير من الكتاب بتاع الكنيسه. حفظ في سفر المزامير من الكتاب، يجي المعلم يقعد يقول ورايا ويحفظ يقول ورايا. نفسنا احنا بنتفرج كل يوم تقريبا على ما يزيد عن اكتر من 1000 مشهد. عينيا بتشوف 1000 مشهد، فيسبوك، مسج، تلفزيون، ناس، 1000 مشهد. طب ما فيش ولا مشهد منهم من الكتاب المقدس. معقوله بقى الناس بالمنظر ده بالطريقه دي؟ بيقللوا من قيمه الكتاب. قرات كتاب في كتاب مش مصري يقول لابد ان تقرا الكتاب الذي كان يقراه الرب يسوع. تقرا الكتاب اللي كان بيقراه. ايه الكتاب اللي كان بيقراه؟ سؤال محرج ها؟ ايه الكتاب اللي يسوع كان بيقراه؟ اشعيا. دفع اليه سفر اشعيا في انجيل لوقا فقرا الموضع. فلابد انك انت تبتدي تقرا من جديد الكتاب اللي كان زي ما يكون مثلا ايه؟ عارفين الاميره ديانا؟ حد يسمع الاميره ديانا؟ وتشارلز ودودي، عارفين؟ صغيرين شويه ها؟ الفستان بتاع الاميره ديانا مش غالي قوي، بس بيعرضوه دلوقتي في المزاد برقم كبير عشان الاميره ديانا اللي ما احترمتش جوزها كانت لابساه. طب الكتاب اللي المسيح اراه، الاله اللي ارى كتاب، مش بحترمه؟ معقوله مش بقدره؟ طب يطلع تمن وقد ايه؟ يقول لك القلم بتاع شكسبير رقم كبير، ده القلم اللي كتب بيه شكسبير، وبقي نقيم الناس ونديهم في المزاد رقم كبير. طب والكلام بتاع الرب الاله نعمل فيه ايه؟ عجب، احنا في زمن اسمه زمن العجايب، بنقيم حاجه قيمتها قليله بنديها عظمه، والعظيم بنقلله لتحت. فنفسي معلش انا حابب انه يعني اشد في الجزئيه دي عشان تروح تقرا في كتاب المقدس. وكتاب المقدس الكتاب الوحيد اللي في العالم اللي يغير الشخص. اقرا اي كتاب في كل التخصصات، الكتاب الوحيد اللي بيقدر يغير البشر هو كتاب المقدس. ليه بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم؟ تجديد الذهن يغير الشكل. اتقال لي ان انا هقول محاضرتين في سفر اشعيا، بس انا عندي يعني مشغوليه فمش هقدر غير محاضره واحده وهمشي على طول، يعني بعد ما اخلص معاك وهمشي على طول. اشعيا شخص من العظماء في الكتاب المقدس، حاجات جميله عنه. من اكثر الانبياء في العهد القديم اللي تنبأ في زمن، بمعنى زمن النبوه بتاعه يصل الى 70 سنه. النقطة الثانية انه من اكتر الناس اللي كتبوا صفحات، عدد الكلمات كتير عند اشعيا، يعني كتب
زي ما انتم عارفين كام اصحاح؟ 66 اصحاح. 66 اصحاح دول كتبهم بشكل عجيب غريب للغايه. الواحد يقعد ينبهر باللي كتبه سفر اشعياء. من الاصحاح الاولاني لصح 39 ده ما يذكر عنه العهد القديم. من 40 لغايه 66 العهد الجديد. حد فاهم حاجه؟ اللي فاهم يرفع ايده. ايه اللي انا قلته طيب؟ اتفضل. صح صح. يعني سفر إشعياء يحتوي على عهد قديم وعهد جديد، لدرجة انه كتير قوي من الناس سموه النبي الانجيلي، يعني النبي اللي ممكن يبقى كان كاتب انجيل زي الاربع انجيل، الانجيل الخامس. كتب الكلام ده في ربما في سنة 720 قبل الميلاد، وزمن النبوة ابتدى حوالي 400 سنة. يعني نعرف ان احنا عندنا كم نبي كبير في العهد القديم؟ كم نبي؟ أربعة، اللي هو إشعياء، إرميا، حزقيال، دانيال. دول اسمهم نبي ايه؟ كبير. يعني ايه نبي كبير؟ مش عشان كبير في السن، لكن كبير في ايه؟ في عدد الكتابة بتاعته أو الإصحاحات بتاعته، فده اسمه نبي كبير. في نبي صغير، بداية واحد اسمه ايه؟ هوشع، يوئيل، عاموس. ها؟ حافظينها؟ وانتوا صغيرين حفظتوها بس نسيتوها. آخر سفر اسمه ايه في الصغيرين؟ ملاخي، اللي هو قبل إنجيل مات. تعرف إن في سفر اسمه حبقوق؟ مرة بقول لولد من الولاد افتح سفر حبقوق، قال لي أنا إيه الحقوق دي؟ قلت له حبقوق. ومرة واحد تاني، عشان لكم الناس اللي حد بيسأل يعني بيعملوا انترفيو للي داخلين في للخدمة، فقال له طب بتقرا كتاب مقدس وعارف؟ قال له طبعا. فراح فتح له سفر في العهد القديم، مش هقول اسمه. فقال ايه؟ قال له اقرا. فابتدى يقول ايه؟ من سفر جحا النبي بركاته علينا امين. ها؟ حجاي هو قراها ايه؟ جحا النبي. من ده كتير. وعايز تشوفها تتفرج على واحد في اعداد خدمه، خليه يقرا في اسبوع الالام. واتفرج على كميه ايه؟ الحاجات الجميله اللي بيقراها. مرات البنات بيبقوا اشطر، يعني مرات البنات لو وقفت تقرا في العهد القديم ربما تكون احسن كتير من الولاد اللي مش عارفين العهد القديم. اول سنه مشتركين. بيذاكروا هم البنات، بيذاكروا. بيذاكروا. احنا عايزين بقى التنافس المذاكره. فإشعياء من الناس، أنا بقول الكلام ده، إشعياء من الأنبياء الكبار اللي كتب سفر طويل كبير 66 إصحاح. أنبياء ظهروا، ظهروا في مدة 400 سنة، من سنة 800 قبل الميلاد لغاية 400، بعد 400 قبل الميلاد مفيش نبوة، وبيسموها زمن الصمت النبوي، مفيش نبوة. يعني مفيش حد بيتكلم خالص، من ملاخي لغاية ما متى أو يوحنا المعمدان ظهر ده حوالي 400 سنة، ويسموها فترة ما بين العهدين. ظهر ساعتها المعلمين والناس، المدارس اللي بتسمى المدارس اليهودية التعليمية، منها مدارس واحد اسمه شماي واحد اسمه هليل. ده مش مهم، ده في التقليد اليهودي. مدرستين موجودين كبار في زمن ما بين العهدين، اللي منهم طلع منهم الفريسيين والكتبة والناس دي، كانوا خارجين من مدارس ما بين العهدين. طب هسأل سؤال تاني، مين خاتم المرسلين؟ خاتم المرسلين
اتفضل. لا ها مين؟ اتفضلي. برافو يوحنا المعمدان. المسيح قال كده، الانبياء كانوا الى يوحنا، فخاتم الانبياء والمرسلين هو مين؟ يوحنا المعمدان. فهمنا؟ هتروح دلوقتي تقول للناس هو يقول لك ده، يقول له لا ده خاتم المسيح قال كده، صح؟ انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ ربنا يستر. أنا بس بصحيكوا عشان عارف إنه كلتوا فالواحد ممكن ينام بعد الأكل. لماذا ظهر الأنبياء؟ ليه الأنبياء بيظهروا؟ ده سؤال. لأن ربنا قبل ما يوقع أو يقول قضى، إيه القضى ده؟ القضاء الإلهي، لابد يظهر فترة الناس تتكلم. زي يعملوا الويرنينج، التحذير. خلي بالك، خلي بالك. يعني مرات الواحد يبقى طب انت ما قلتليش، ازاي تجيب قضاء من غير ما تقولي؟ فربنا سمح انه الانبياء يظهروا عشان في قضاء جاي. اللي يسمع الكلام ينقذ نفسه، ما يسمعش الكلام خلاص. الكلام ده في سفر عاموس. معاكم تم مهندس على الموبايلات؟ عاموس، عاموس 3، نفتح مع بعض. عاموس 3 يقول كده آية مهمة في عدد 7. عاموس 3 عدد 7 يقول إن السيد، نقولها مع بعض، اللي فتحها يرفع إيده، فتحها، أيوة، نقول مع بعض، اللي فتح يقول معي: إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. يعني ربنا عمره ما هيجي في يوم من الايام يجي يقول انا ههلك نينوى. تهلكها ازاي؟ لازم يظهر واحد يقول يا جماعه ربنا ناوي يهلك نينوى. فربنا يقول لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيد الانبياء. كان الانبياء دول قاعدين في، عارفين ايه؟ في حجرته الخاصه، في المكان الداخلي، يطلعوا على اسرار الله. زي ما يقول سفر المزامير: سر الرب الخائفين وعهده لتعلمهم. البابا كرولوس السادس لما كان بيزور الامهات كان يقول لابونا رفائيل تلميذه، قول له يلا يا ابني، قول له روح فين يا سيدنا؟ روح عند الامهات يا ابني. قول له طب احنا بنروح نعمل ايه؟ قال له يا ابني ده احنا بنروح على اللي بيطلعوا على اسرار الملك. بابا كرولوس يقول لابونا رفائيل ده اللي شايفين سر الملك، اللي بيقفوا قدام الله كتير عشان يطلعوا على اسرار الله. فاحنا بيقول انه اشعيا تنبأ نبوة طويلة كبيرة. ليه؟ عشان في قضاء جاي. لابد ان الناس، عيب جدا، مش يعني عيب لما انا عايز اقول لك انت هتروح عفوا في مصيبة، قبل ما تقول لي انت خلاص رحت مصيبة دي كانت لازم تقول لي لو عملت 1 2 3 هتوصلك انك تعمل مصيبة. دي وظيفة الانبياء، لابد ان النبي يظهر ويقول الكلام ده. ودي عادة. عشان كده في العهد الجديد كان في رتبة موجودة لكن للأسف اندثرت في الكنيسة، اسمه رتبة النبي. يبقى في الكنيسة في واحد اسمه ايه؟ النبي. أقام الله في الكنيسة أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين. ده كلام الرسول بولس. في رتبة اسمه النبي. يعني النبي ده الشخص اللي بيطلع على أسرار الله، بيخبر شعب. مرة بولس الرسول ماشي في مشوار فقال له واحد اسمه ايه؟ أغابوس. قال له ايه؟ راح يقول الرجل الذي له هذه المنطقة يقول الروح القدس أنه سيربط اليهود هكذا. فالناس قالوا انت ترى، اخذ يبكوا ويعيطوا قدام بولس الرسول. نبي موجود في الكنيسه قال للرسول انك هتتربط اما تروح مشوار بتاع اورشليم، هتتربط. ده موجود في سفر الاعمال. فرتبه اسمها الانبياء. ربنا رجعها تاني للكنيسه.
الرتبه دي. ليه؟ رتبه تحذيريه بيحذر بيها الناس، خلي بالك. فده وظيفه، دي مقدمه عن وظيفه النبي. النبي يظهر لكي يعلن ان هناك قضاء الهي، وده مش غلط، دي صلاحيات الله. واحد يقول لك ليه ربنا يوقع قضاء على ناس؟ اقول لك ربنا من حقه. ليه؟ لانه خالق. انت ما خلقتش نفسك، انت ما جبتش روحك، تعرف تجيب واحد تاني زيك؟ انت تعرف بنفسك تجيب واحد زيك؟ زي المجانين بتوع اقروا قانون ال ها المثليه هوموسيكشوالي. ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ وفي تايوان الناس شفتوا الخبر ده؟ ليه؟ الله يوقع قضاء. طب قبل ما يوقع قضاء على صدام وعموره راح قال لابراهيم خلي بالك انا بقول لك واحد اثنين ثلاثه لكي يوصي بيته. قال اخبر ابراهيم لكي يوصي بيته. قال له راح تعمل ايه؟ اديان الارض لا يصنع عدلا؟ اتهلك البار مع الاسيم؟ قال له طب ماشي، انت ايه رايك يا ابراهيم؟ قال له طب لما تلاقي فيها ناس كويسه طب ما تخلي. قال له انا موافق، انا موافق اما الاقي فيها ناس. تفتكر كم تحفظ سدوم وعمور؟ قال له 50 يحفظوا سدوم وعمور. قال له موافق. نزل شوية بقوا كام؟ 45. فاتكسف من ربنا بقي نزل بالعشرة، نزل الأول بالخمس، قال 50. قال لا لا لا، سدوم وعمورة فاش 50. طب لو 45؟ قال أنا موافق. طب 40؟ 20؟ 10؟ راح كلمة 10 دي عمل إيه؟ قال أتكلم هذه المرة فقط لو في 10. طب ربنا وقع قضى، بس قبل ما يوقع قضى ودى لهم لوط عشان يعلمهم ويفهمهم. وقع القضى واحترقت سدوم وعمور. ليه؟ من حق الله يوقع قضى، دي حاجته، شغله، بيته، خلقته. ما ينفعش واحد يقول لك لا ما ينفعش ربنا يعمل كده ولا يأذي الناس دي، يأذي الناس دول أشرار بيبوظوا الخليقة. تخيلي مثلا اتنين رجال هيتجوزوا واتنين ستات هيتجوزوا، بعد شوية مش هنلاقي خليقة، صح؟ هنجيب منين عيال؟ عشان كده اجتمع 100 قسيس في أمريكا وقال له أوباما، قال له أنت لم تخلق الكون يا أوباما، أنت ما خلقتوش، أنت وجدت رجل وامرأة. عشان كده يقول لك God created the creation from Adam and Eve not Adam and Steve. آدم وحواء مش آدم وستيف. فهمتوا ولا لا؟ فعشان كده بقول انه ربنا من حقه يوقع قضى لان دي خلقته، اما الاقي فيه انحراف الله يوقع ده. بس لازم قبل يوقع قضى يبقى في واحد ماله بيتكلم. انا عمال الف في الفكره دي عشان اما نقرا النبوات يبقى ربنا كان حلو خالص انه بيعمل انذار. خلي بالك ده المكان ده هاي فولتج، يحطوا كده جمجمه وايه وعظمتين. واحد بقى اتجنن وما خدش باله او خد باله ولا كلعب جنب المحول. طب العب، هتبقى شورت سيركت، هتعمل ايه؟ هتتفحم. بس احنا قلنا لك وحطينا تحذير. يبقى الله بيقول سره لعبيده الانبياء والنبي بيقوم بالدور ده. سفر اشعياء 66 اصحاح بالطريقه اللي انا بدرس بيها الكتاب المقدس اللي بدرس بيها بقالي 16 سنه، ربما سفر اشعياء ياخد مني 30 سنه دراسه. لو انتوا عندكم استعداد نقعد ال 30 سنه يبقى ايه يعني، خلينا قاعدين. لكن طبعا نوعي ان انا يعني هدرس بالطريقه دي عشان هتكونوا اللي منكم اتجوزها يكون اتجوز وخلف وعياله هتتجوز، فيقول لك احنا فاضيين بس بصفر واحد، اما بقيه الكتاب المقدس ندرسه ازاي؟ لان انا بدرس ايه، مفيش وقت للكلام ده، لكن اقول حاجات خاصه بالسفر. اي نبوه هتلاقيها فيها ثلاث حاجات، ممكن تكتب اللي انا بقوله ده ها لو معاك ورقه وقلم. اي نبوه في العهد القديم سفر هتلاقي فيه ثلاث حاجات. اول حاجه كشف خطايا شعب اليهود وكمان الامم،
يكشف الخطايا، ودي مراية حلوة. تاني حاجة دعوة كل البشر يهود وأمم إلى التوبة. ثالثا وعود معزية. يبقى النبوة فيها كشف للخطايا، ممكن نحفظ، دعوة للتوبة، ثالث حاجة وعود معزية. ممكن نحفظ الثلاث كلمات دول؟ أي نبوة؟ كشف خطايا، دعوة للتوبة، وعود. أنا عايز الولاد هم اللي يقولوا أحسن لكم، أنا ناوي عليكم النار. ها؟ خلينا في الكتاب. النبوة أي نبوة بتحتوي على الثلاث حاجات دي، كشف الخطايا، دعوة للتوبة. انتوا كلتوا فول النهارده صح؟ اه. علي بالك انا في حاجه بدرسها للولاد، ازاي تقدر تشوف الزبون اللي نايم، اللي فات عينه بس نايم. خلي بالك يعني هلقطك، هقول لك سمع فاصحى احسن لك. ومعانا بنات. نقول تاني، اي نبوة فيها خطايا، دعوة للتوبة، وعود معزية. يعني ايه كشف خطايا؟ انا لما ببقى دكتور وبعمل سكان للمريض بتاعي، مرات الاقيه شكله من بره كويس لكن بعيد عنك في ورم، فبقول له لا ما ينفعش ان الحكم كده. يقول لي اه مرات بعيد عنك او عنك بيبقى ساعات ناس عندهم امراض صعبه وبعدين مش حاسين بالالم، تلاقي ويقول لك انا مش شاعر بالم، مرات يبقى عنده ورم في المخ ووزنه ربما 3 كيلو، شاب بقول قد ايه، ومش حاسس بالم. لكن وظيفه النبوه تكشف اللي جوه. النبوه تعمل ايه؟ تكشف اللي جوه. عشان كده هنفتح مع بعض اصحاح واحد من سفر اشعيا، صح الاولاني، شوف كده اشعيا 1. افتح كده معايا اشعيا 1، يقول كده في عدد 4، يقول ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الاسم، نسل فاعل الشر، أولاد مفسدين. ده كل ده بيعمل ايه؟ بيكشف. ده هم في الوقت ده في أيام الملوك، لأنه شاع يتنبأ في زمن 4 ملوك، كلهم عندهم نوع من يا أخي عارف الزهو، احنا احسن ناس، احنا خير امة اخرجت للناس، احنا اشرف خلق الله. اليهود بيقولوا كده، احنا احسن ناس، ما فيش حد زينا. فربنا قال لهم استنوا، في تقرير انا بكتبه عنكم، انتوا اولاد مفسدين، امة خاطئة، ده انتوا كمان ثقيل الاسم، بتعملوا خطايا وكمان بايه؟ مصبتوا مصيبة. ده خطايا الصعايدة سموها، ما اعرفش، لما واحد يبقى عنده خطايا تقيله يقول خطايا مزغمده، ما اعرفش يعني ايه مزغمده بس بيقولوها. يعني ايه؟ ثقيل الاسم. حد وهو قاد يعني بيعمل بلاوي واسمه قال بيفتخر انه شكله كويس. يقول كده في عدد 5، على ما علامه، يعني اعمل ايه معاكم؟ على ما او على ما تضربون، اي مكان يعني مش سليم عندكم، على ما تضربون بعد تزدادون زيغانا، كل الراس مريض وكل القلب سقيم، من اسفل القدم الى الراس ليس في صحه. ايه ده انا سليم؟ يقول لك لا، ده ربنا بيقول لك منين؟ من اسفل القدم الى الراس ليس في صحه، من تحت لفوق. عارفين العروس النشيد لما جت وصفت العريس وصفته في مين شاطر؟ من فوق لتحت.
تقول له ايه؟ رأسه ذهب ابريز، سقى في الاخر سقى عمود رخام مؤسستين على قاعدتين من ابريز. يعني جايبه من راسه، لكن احنا بيجي يوصفونا، يوصفونا منين؟ من تحت، عشان احنا من تحت. من اسفل القدم الى الراس ليس في صحه، بل جرح واحباط وضربه طريه، لم تعصر ولم تعصب ولم تلين. بلادكم خربه، هي مش خربه، قال لا هيجي وقت تبقى خربه. يبقى هناك قضاء الهي، افهم بقوله ده، لان ساعات كتير مش بنحب طريقه الوعظ ده. هناك قضاء الهي على الناس اللي مش سالكين بوصايا الله، ومن حقه كخالق انه يتصرف زي ما هو عايز. دي حاجته، ده شقتي يا اخي، ده شقتي والناس عماله تيجي تبوظ فيها، وبعدين تقول لي هو ما تخليك متسامح وحلو، ده شقتي، دي حاجتي. كنت في المحله وكان معايا اجتماع شباب، فعايز اقول لهم انه احنا تبع ربنا، احنا بتوع ربنا. فساعات كتير واحد يقول لك وبتوع ربنا يعني يبقوا شكلهم ايه ولا بتوع ايه؟ فقلت لهم المثل، المسيح قال وناس مش تقف عنده، لما جه ناس يجربوه في الجزيه، فالمسيح قال لهم اروني معامله الجزيه. زمان واحنا صغيرين كان في حاجه اسمها الملك والكتابه، ها؟ تلاقي ايه الصوره والناحيه الثانيه كتابه للعمله. كان زمان كده قيصر ومكتوب من العمله، من الناحيه الثانيه كتابه قيمه العمله. فالمسيح قال لهم اروني معامله الجزيه. انتوا بتاخدوا الجزيه ازاي؟ بانهي عمله؟ فوروها له. فالمسيح قال لا، قال اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. طب ما لقيصر هو العمله، طب ما لله هو انا وانت، احنا بتوع ربنا. وبالاكثر المسيحيين، المسيحيين عندهم اعتبار شديد اكتر انه انا بقيت ملك ربنا، ربنا اشتراني، والبضاعه المشتراه لا ترد. في محلات كتير يقول لك انت شريت بنطلون، الناس جعوا ويكتب كده على المحل، ربنا كده بيقول انا اشتريتك مش هرجعك. عشان كده يقول انتم اشتريتم بثمن. ليه بقول الكلام ده؟ عشان من حق اللي اشترى ودفع ثمن انه يتصرف في حياتي انا، وانا موصول يتصرف في حياتي، يتصرف فيها زي ما هو عايز. عشان كده بقول لما اقول لواحد سلم، انت على بالك انت غصب عنك لازم هتسلم. هتقولي طب فين ارادتي؟ ربنا مديك بقى تقول له يا رب انا بقول لك بعد انت ما شالتني، انا بقول لك اتفضل استلم. اما الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. فخلي بالك ان انا ربنا بيقول انت ملكي، ومن حقي بحبك، من حقي ان انا اتصرف حياتك زي ما انا عايز. وربنا لما يتصرف حياتنا، ها، لما ربنا ياخد حته خرابه، ابونا يوحنا مهندس، لما ربنا ياخد حته خرابه ويعمل منها تحفه فنيه، قصر جميل، يبقى بنقول لربنا انت بتتصرف ازاي؟ ده عايز يطلعنا ايقونه جميله، عايز يخلينا احسن واحد. يبقى اقول له بتتصرف ازاي؟ واني منطق؟ كيف تقول الجمله اللي جابلها؟ جايز الكلام مش عاجبكم شويه، لانكم شباب ويعني فاتحين صدركم وازاي مش عارف ايه، بس جايز اما تكبر شويه هتفهم اللي انا بقوله. ان يا ريت نسلم مشيئتنا. لو سلمنا، بقول للخدام وحتى الكهنه والاباء للاسف، لو كل واحد سلم مشيئته ربنا، ربما لا نصنع خطا، لا نرتكب اثما، لاني سلمت، وما دام سلمت هو المسؤول عني. فربنا في النبوه بيعمل ايه؟ بيكشف الغلط ويروح عامل ليست. لان كتير من الناس المصلحين حاليا اللي بيشتغلوا في اصلاح البشر من الناحيه الاجتماعيه بره مصر، بيقول لك انت ما بتتعبش ضميرك، اللي انت بتعمله مش غلط، بتشرب مش غلط، بتعمل يعني حاجات وحشه مش غلط، انت بتعمل يعني واحد بيزني يسموها تو ميك لاف،
انت بتحب، انت بتحب بس تحب على نفسك. انت بتحب ايه ده؟ قال لك عشان يريح يخدر ضميره بيقول له اللي بتعمله ده مش غلط. مين قال؟ اني مقياس. المقياس يا عزيزي، المقياس هو الكتالوج الالهي اللي بيشغل المكنه دي، ده الكتالوج الكتاب المقدس. تملي ما كنا مهندسين ويجي جهاز. مرات لما كنت في الشغل بتاعي في جهاز من بره ولازم يوصل العميل دلوقتي، يمكن ربما وزير او وزاره او حاجه، وبيطلعوني انا وانا اول مره اشوف الجهاز زيهم، بس عارف الشركه والراجل مخ الراجل. فالراجل يقول لي ايه؟ يقول لي هو ده بيشتغل ازاي؟ فاكرني بقى انا خبير، انا اول مره اشوفه زيه ولا جاي من مشحون على، وانا اقعد بقى ساكت. عارفين اقعد ساكت ليه؟ مش عارف، مش بكسف، مش عارف، انا لسه اول مره اشوف جهاز ولسه هشوف الاون اوف فين كمان بعد ادور عليه. فما ردش على الراجل، فالراجل افتكرني ان انا ايه؟ راجل خبير بقى، ايه مش فاضي. قال دي ايه في الكتاب المقدس؟ الجاهل ان سكت حسب حكيما. ده ايه في سفر الامثال. لا وجاهل سكت الناس بتكره ده عبقري. فده الكتالوج الالهي اللي شغل المكنه اللي هو انا. فالمكنه او بتاعتي بايظه. مين يقول المكنه بايظه؟ الكتاب اللي بيشغل المكنه. عشان كده سفر اشعياء هو سفر يكشف الخطايا. تاني حاجه دعوه لكل البشر، دعوه لايه؟ ها؟ للتوبه. لازم الناس تتوب. كل سفر من اسفار العهد القديم بالذات الاسفار النبويه، بما انه اشتغل الشغلانه دي لازم يدعو الناس للاصلاح. فاصلاح ازاي؟ مفيش اصلاح من غير توبه. يعني مهما حتى لو خادم في الكنيسه مش تايب، مش عايز اعلي الدرجه شويه اقول اعلى من خادم، لو مش تايب خدمته دي من غير لازمه، ملهاش لازمه. في شر هو مش حاكم عليه، اللي يقول لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، احكم على نفسك. مين اللي يقول لي الكلام ده؟ النبوه تقول لي، تقول لي توب. عشان كده، عشان كده مهم جدا لو انا عايز اشتغل خادم في الكنيسه، الصفه اللي تميزني تايب على طول، شخص بيتوب على طول، كل شويه بيتوب، توب عن كل غلط، عن فكره، عن تقصير، عن 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 عن. لابد ان انا اتوب، ودي دور الشخص اللي بيتنبأ، بيقول يا جماعه انتوا وحشين، لكن في طريق للاصلاح، هي دعوه للتوبه. مثال في اشعياء 55 يقول كده في عدد 6، يقول اطلبوا الرب ما دام يوجد. 55 عدد 6، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم ايه؟ افكاره، وليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكسر الغفران. ايه جميله جدا جدا، كانها بتلخص ايه؟ السفر ده نفسه. بتقول يا جماعة هناك الله كشف لنا خطايانا، ما هو الحل؟ مش ساعات واحد يجي يقول ايه؟ احنا عملنا سكان على حضرتك وعندك المرض الفلاني، والمرض ده نادر ومش هنعرف نعالجه، اتفضل. عقدتني وسبتني. يا ريتك ما قلت لي. فمرات انا اكتشف ان انا وحش جدا، طب الطريق ايه؟ قال الطريق دعوة للتوبة. ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افكاره، وليتب الى الرب الى الهنا لانه يكسر الغفران. ده ربنا عنده غفران بكتير. ليه؟ كلمه يكسر غفران، هو غفران محتاج حبه زياده؟ قال لا، اصل ساعات مرات بحس ان انا خطاياي كتيره، فربنا يقول لي ده انا عندي غفران ايه؟ كتير. يبقى النبي حذرني وكشف حاجات اللي فيا الوحشه، لكن في ذات الوقت عمل ايه؟ دعاني، بقول لي توب. وانتوا سن شباب
احلى شعور انك ما تعملش حاجه غلط. احلى شعور في سنكم ده الواحد يعيش كده سن الشباب وهو مرفوع، راسه مرفوعه، ماشي راسه مرفوعه مش مطاطي راسه. وما اكثر حاجات اللي تخلي واحد راسه مطاطي. فنفسنا ان احنا نعيش، يعني النبوه دي وظيفتها ان انا انتقل من حاله ربنا كشف خطاياي الى حاله ان انا بعمل ايه؟ اتوب. ثالثا، دعوه معزيه. يعني طبعا انا بقالي، انا بوعظ من سنه 1985 تقريبا ولا وعظه على ما افتكر، ما جبتش الشاهد من سفر اشعياء. لدرجه في ولد انا مربيه كنت في القاهره، وبعدين يعني كنت بخدمه في القاهره وجي شرم الشيخ، فراح عمل اشاعه في الكنيسه قال خلي بالكم في شاهد من الشواهد اللي هيجيبها فلان من سفر اشعياء. فانا حاب ليه؟ لانه سفر بالفعل معزي. قال عنه القديس اغسطينوس انه يصلح للمبتدئين. وخلي بالكم في واحد جه من سفر اشعياء. سؤال، في واحد جه من سفر اشعياء بسبب انه كان بيقرا في سفر اشعياء، مين ده؟ مين شاطر؟ برافو، الخسي الحبشي. يقول عنه الفيلبس المبشر وابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع. يعني الكتاب ده لمين؟ للمبتدئين. فحلو، رسائل معزية جدا جدا. عندنا تقليد في شرم برضو كان ممكن انه في ليلة رأس السنة نجيب وعود كتيرة، سهلة جدا اللي بيحسب الكتاب، وعود كتيرة من سفر إشعياء، كل واحد ياخد وعد للسنة الجديدة. افتح معايا كده إشعياء 65، يعني قبل نهاية السفر بإصحاح. إشعياء 65 حاجة غريبة معزية جدا جدا جدا. يقول إيه؟ أصغيت إلى الذين لم يسألوا، ده ربنا بيقول. أصغيت، ربنا بيقول، يعني حطيت وداني، ده ربنا بيقول، إلى حد، أنا هقول يعني لو أنا بقرأ النص ده بتاع لغة عربية هقول الكلام ده غلط على فكرة، في اللغة العربية غلط. أصغيت ها إلى الذين لم يسألوا، طب اللي سألوا، أنا حطيت وداني للي سألوا، لكن الناس ما سألوش، إزاي أصغي لهم؟ أصغيت إلى الذين لم يسألوا وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت ها أنا ذا، ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي. إيه ده؟ إيه ده؟ بيقول أنا بتوجد للناس اللي ما بيطلبوش، إيه ده؟ ولا بيسألوا. ده أنت قلت في سفر إرميا تطلبوني فتجدوني استطلبوني من كل قلوبكم. طب ده هنا بتقول ده انت اتوجدت واصغيت واتسمعت، سمعت الناس اللي ما سالوش، اللي ما كلموكش، اللي ما راحوش عندك. قال لا، ما انا هكلمك عن حاجه. هي لما المسيح جه على الارض في الجسد كان حد طلب منه؟ ده جه ايه؟ هو اللي جه. لما بعت الرسل، فهم؟ لما بعت الرسل إلى كل العالم خرجت أصواتهم إلى أقصى المسكونة، بعتهم ليه؟ محدش طلب. يبقى ده وعد جميل بيطمنك أنت، حتى لو ما طلبتش مرات ربنا يتوجد لك ويروح لغاية عندك. أنا ما طلبتش. بتقعد في المطعم وبعدين واحد يجي يجيب لك حاجة، فتقول له أنا ما طلبتش من حضرتك تجيب لي، اللي يقول له أنا حسيت إنك عطشان، اتفضل مي. في واحد غلس يقول له لا انا مطلوب منك، ده غلس. ومو اكثرهم الغلسين اللي موجودين في عصرنا. حد قال لك حاجه؟ انا مش هديك فلوس، انا مش عايز فلوس، انا شايف حضرتك عطشان وجو حر فقلت ان انا اقدم لك. ربنا مرات يعمل كده. يخلي واحد يسقي القلب، واحد يعمل عمل ويروح في مكان بعيد يعمل ايه؟ ويسال. أم عبد السيد، تعرفوا أم الغلابة؟ اسمعوا عن الست دي. في حاجة غريبة في حياتها، المسيح لما زار لها إداها حاجة جميلة، قال لها أنا هخليك تروحي للناس المحتاجة،
فكانت تعمل ايه؟ تروح تطلع الدور الخامس من غير اسانسير في المساكن بتاعت شبرا الغلابه، الناس الغلبانين دول، فتخبى تلاقي ما حدش بيفتح، تروح زق الباب وداخله، تلاقي واحده مقعده او مريضه وما حدش بيسال عليها، تقول لها ايه اللي جابك؟ تقول لها يسوع هو اللي جابني، هو اللي قال لي اجي لك. طب انت، انا ما طلبتش، لكن يسوع طلب ان انا اروح لك. انت ما طلبتيش لكن هو عايز يجي لك. شفت ربنا بيعمل ايه؟ عشان كده ساعات وانتوا في الخدمه يقول اصل فلان مش عايز، اصل فلان، ده ربنا بيقول انا اتوجدت من اللي مش عايزين، انا اصغيت للي ما سالوش. ليس هذه رساله معزيه، ما اكثر بقى دي بقى لو حدث بقى ايه لسنين اتيه عن سفر اشعياء، بالذات من اصحاح 40 لغايه 66، كما قلت لكم انه هذا هو العهد الجديد. انا بكتفي بكده، اديكم فرصه 30 سنه تدرسوا فيها سفر اشعياء، ولإلهنا المجد في كنيسة. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ احنا بنشكر سيدنا خالص خالص على الكلام المعزية الجميلة دي، واعتقد انه دي بداية عشان ندرس السفر الجميل الانجيل الخامس زي ما ابائنا بيطلقوا عليه، ونعرف اشعياء النبي بنبواته وكلامه الحلو خالص عن علاقتنا بربنا. مليان سفر، مليان حقيقي، فيه حاجات كتيرة قوي قوي قوي. نشكر سيدنا على انه بدأ معانا وفتح لنا الطريق عشان نقدر ندرس السفر بعد كده بتركيز. شكرا يا سيدنا. ولادك يا سيدنا بيقدموا لك حاجة بسيطة يعني على قد الواحد يجي عندكم كتير. دعوة دعوة. نقف نصلي؟ نختم. طيب نصلي، نصلي صلاة فردية. بسم الله الاب والابن الروح القدس الهنا الواحد امين. يا رب بنشكرك يلي جبتنا بيتك واديتنا اغلى ما عندك جسدك ودمك. بشكرك لانك حابب توحدنا بيك وتثبتنا فيك يا رب. بشكرك لانك الهنا الحي اللي بتخاطب قلب كل واحد كل يوم. دعوتنا يا رب ان نخدم معك. وقال الرسول بولس ان نحن عاملان مع الله. متشكرين يا رب لانك بنشتغل معاك. ما قالش الرسول عاملان عندك، لكن عاملان معك. يا رب بارك كل واحد بيبتدي الطريق، وانت الهنا اللي بيبتدي ويكمل، وانت معانا وسط الطريق. كان الطريق يا رب فيه مشقة وتعب، لكن بشكرك لأنك رفيق صالح تسير معنا، لأنك محب ألزق من الأخ. بارك يا رب هذا العمل، بارك الآباء والخدمة، بارك يا رب اللي موجودين وبيشتغلوا في الخفاء. اقبل صلواتنا مع صلوات أمنا العذراء ومصافي السمائين. اسمعنا احنا ولادك نقول لك بشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا مذنبين إليك، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع رب لأن لك المقام. والآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا سلام. سلام ربنا مع روحك ايضا يا سيدنا. في حاجات حلوه سيدنا هيقدمها لكم. واحد بهدوء، نبتدي بالولاد، معلش عشان عدد بنات كتير. نبتدي بالشباب، الشباب يجوا. بنكرر شكرنا لسيدنا، وشكرا يا باشمهندس وجدي عشان تعبت معانا و ادتنا بركة كبيرة. شكرا للخدام والخادمات اللي اعددوا كل حاجة حلوة. شكرا ليكم على حضوركم.